معانا واحد طبعا من نجوم السامبا ماوريسيو ماكسيمو، كان مدرب طبعا منتخب البرازيل للشباب وكان ليه تجربه ناجحه جدا في السعوديه مع نادي اهلي جده، مدرب السابق لنادي اهلي جده. خليني بدايه طبعا اشكره على مشاركته معانا ومبروك فلامينجو، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا، انا سعيد جدا للتحدث مع جمهور النادي الاهلي واقول السلام عليكم للجميع. اهلا وسهلا بيك. يعني هو الحقيقه مش بس فلامينجو، احنا بقى يمكن الثلاث نسخ الاخيره من المونديال كان في دايما مواجهات بين الاهلي وبين انديه برازيليه، مره طبعا تفوق فيها الاهلي على بالميراس وحقق ميداليه برونزيه، المره الثانيه يمكن تاهل فيها بالميراس على حساب الاهلي للدور النهائي. لكن خليني اسالك، ازاي بتشوف مواجهة امبارح بين الاهلي وفلامينجو ورؤيتك للمستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي في البطولة اجمالا يعني؟ بالنسبة لي النتيجة لم تعكس حقيقة المباراة، كانت المباراة بالنسبة لي متوازنة جدا. الفريقان تقاسما السيطرة على المباراة في معظم الأحيان. ربما الأهلي كان قادرا على إحراز الهدف الثالث، ولكنها كرة القدم. أعتقد أن الأهلي يجب عليه أن يتابع فترة الضغط طوال المباراة كما فعل فلامينجو، كما حدث في الشوط الثاني، لأن فلامينجو فريق لا يمكن أن تعطيه المساحة التي يريدها. يجب عليك أن توازن بين خط المنتصف والهجوم، اللي يجب عليك ألا تتعمق كثيرا أمام هذا الفريق. لا خليني هنا، خليني في النقطة دي ألفت نظرك، اسمح لي لجزئية يمكن حتى ذكرتها بعض الصحف البرازيلية في الحقيقة، وأنا أحترم الحقيقة يعني الصراحة دي، أنه وهنا في مصر كان في كلام على أنه الطرد اللي تعرض ليه النادي الأهلي، وكثير من الناس شايفة أنه طرد غير مستحق أو طرد ظالم يعني، اللي هو اللي فرق في سير المباراة وأفقد الأهلي قدرته على مواصلة المباراة بنفس المستوى. مش عارف برضو، يهمني أسمع وجهة نظرك في النقطة دي. نعم، أنا لا أتفق مع هذا، لأنها قواعد. وإذا تذكرت في المباراة الأخيرة الهلال ضد فلامينجو حدث نفس الأمر ضد فلامينجو. لاعب فلامينجو لم يستحق ولم يكن ينتوي أن يرتكب الخطأ، وقد أخرجه الحكم ببطاقة حمراء. فأعتقد أن هذه هي الحالة. فما حدث أمام الفريق المصري، فاللاعبين المصريين تصرفهم كان خاطئا أيضا. ليس من المفترض أن تخرج اللاعب، ولكن هذا ما حدث وهذه هي القوانين. مين لفت نظرك بداية؟ تقييمك لمستر أو أداء النادي الأهلي تحت قيادة مستر مارسيل كولر، ومين اللعيبة اللي أنت شفتهم أو تابعتهم في المباراة دي على وجه التحديد لفتوا نظرك في الفريق؟ نعم، أعتقد أنا شاهدت الأهلي وأعتقد أن الأهلي قد أدى بشكل جيد، وخصوصا في هذه المباراة كان أداء متوازنا. وفي الشوط الثاني قد قلل الأهلي من ضغطه قليلا، ولكن إذا أردت أن أحلل أداء اللاعب المصري، اللاعبين المصريين في النادي الأهلي لديهم أسلوب لعب جيد جدا، يستطيعون الحفاظ على مستواهم في معظم أنحاء المباراة. في مصر لديكم مستوى عالي من كرة القدم يتميز عن باقي أفريقيا، ولكن يجب عليهم أن يتحلوا بالتنظيم أكثر من ذلك، ويجب عليهم أن يكونوا أكثر شراسة في اللعب وأكثر تركيزا، ويركزوا على المباراة بأكملها وليس جزء واحد فقط. فالفريق افتقد للضغط المناسب في الشوط الثاني، وأعطى المساحات المطلوبة لنادي فلامينجو ليحرز الأهداف. في الشوط الثاني قد قللوا من ضغطهم، ولكن هذه كرة القدم. بشكل عام الأهلي قد أدى مباراة وبطولة جيدة. الفريق
الفريق جيد جدا، والنتائج التي حظي بها في آخر مبارتين لا تعكس الأداء الذي أداه الأهلي في البطولة. مين اللاعبين اللي لفتوا نظرك؟ ومش بالضرورة الأسماء، يعني ممكن تبقى مش عارف الأسماء، لكن ممكن تبقى عارف المركز أو تبقى عارف رقم التيشيرت أو الفانيلا، يعني اللبس بتاعه، أو حتى ممكن تبقى فاكر له لقطة معينة في المباراة. أعتقد أني أحب أعجبني كثيرا عبد القادر. هو لاعب جيد، يعرف متى يهاجم، يعرف متى يستغل المساحات، ويعرف متى يلعب في ظهر المدافعين. وأيضا محمد شريف، وأيضا حسين الشحات، ولكنه للأسف لم يشارك. حسين الشحات كان أفضل لاعب بالنسبة لي في أول مباراة، لم يسمى بأفضل لاعب، ولكن لا أعرف لماذا. ولكن أيضا أحب محمد شريف، وأيضا بيرسي تاو هو لاعب جيد جدا، لاعب جيد على مستوى خط الهجوم، يستطيع أن يصنع التوازن المناسب لخط الهجوم بالكامل في النادي الأهلي. بالطبع قلبي الدفاع في النادي الأهلي، والظهير الأيسر علي معلول أيضا لديهم قدرات كبيرة، وعندهم قدرة دفاعية، واستطيعون أن يغطوا على لاعبي خط المنتصف بشكل جيد. من وجهة نظرك، إزاي بتشوف مشوار فلامينجو في البطولة؟ وهل خسارته في الدور قبل النهائي أمام الهلال كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي، أنا مدير فني دولي، وأتابع كرة القدم في كل مكان في العالم، وأعرف أن الهلال الأهلي والهلال لديهم فرق جيدة. ففلامينجو بدأ المباراة ضد الهلال، بدأ التحضير منذ شهر ونصف قبل البطولة، وكان لديه الوقت ليجهز للبطولة بشكل جيد، ولكنهم خسروا ضد الهلال لأنهم فقدوا لاعبين من أهم اللاعبين في خط الوسط في هذه المباراة. وكان الهلال لديه لاعبي خط الوسط في الهلال كانوا لاعبين جيدين جدا، ولكن لاعبي فلامينجو وخصوصا خط الدفاع لم يستطيعوا أن يؤدوا بالشكل المثالي كما فعلوا ضد الأهلي. فالأهلي لديه تكنيك لعب جيد جدا، واستطاع فريق فلامينجو أن يؤدي ضده، ولكني رأيت في الشوط الثاني رأيت مباراة جيدة من فلامينجو، ولم أرى من الأهلي التركيز اللازم. أعتقد أن فلامينجو استحق هذه البطولة، هذه النتيجة، ولكن هذه كرة القدم، من لا يستغل الفرص لا يفوز بالمباراة. إزاي تابعت مباراة النهائي وفوز الريال على الهلال بنتيجة 5-3؟ مباراة أكثر من رائعة الحقيقة، وظهر فيها الهلال ايضا ند بند. احساسي العام، مش عارف توافقني في ده ولا تختلف معايا، انه البطوله دي اظهرت انه الفوارق بين الكره في مختلف القارات الى حد كبير قلت. ما زالت موجوده، ولكنها ما بقتش بالجاب الكبيره او الفجوه الكبيره اللي كانت موجوده في نسخ سابقه من بطوله كاس العالم للانديه. انا اتفق معك، وايضا دوري الابطال، وليس كل البطولات الأوروبية، ولكن الشامبيونز ليج بالتحديد يوجد الكثير من الاختلافات بين البطولات القارية. وكما رأينا الهلال ضد ريال مدريد، فريال مدريد هو نادي رائع جدا وفريق رائع جدا، وخصوصا ما رأيناه أمام الهلال. وكان ينبغي على ريال مدريد إحراز المزيد من الأهداف، والهلال كان يستطيع أن يفعل ذلك، وليس هذا ما حدث أمام فلامينجو. فلامينجو لم يستغل الفرص، وهذا وأيضا النتيجة فلامينجو ضد الهلال لم تعكس ما جرى في المباراة. أعتقد أن ريال مدريد كان أن المباراة أمام ريال مدريد أو أمام فلامينجو كانت رائعة للهلال، قد استطاعوا أن يقللوا من المساحات، أغلقوا الكثير من المساحات أمام اللاعبين المهاريين. وكما قلت عن اللاعبين المصريين من قبل، فأنا أعرف مثلا محمود الخطيب، وأعرف كثير عن الكرة المصرية، لديهم الجودة منذ زمن، ويعرفون كيف يحافظون على رتم هذا المباراة، وهذا ما لم نعتده في الهلال. ولكن لا شك أن أي فريق يستطيع أن يظهر بعض الحماس وبعض الضغط ضد اللاعبين المهارين، وليس طوال الوقت، ولكن
ينظم وقته أثناء المباراة. طيب خليني أروح معك لمدرسة البرازيلية، وأنت واحد من المدربين يمكن اللي اشتغلت في المنطقة العربية وكان ليك تجربة قبل كده مع أهلي جدة. حاليا عندنا في مصر هنا بنراهن على المدرسة البرازيلية فيما يتعلق بمنتخبنا الأولمبي، مدى معرفتك بروجيرو ميكالي، وهو يمكن ليه إنجاز مع منتخب برازيل الأولمبي قبل كده وحقق معاه ميدالية أولمبية ذهبية. لكن خليني أشوف توقعاتك أو رؤيتك، وإيه هي أهم أسباب نجاح تجربة ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي؟ بالنسبة لروجيرو ميكالي وأيضا مساعد لاو تياغو كونيا، تربطني بهم علاقة صداقة قوية. ولكن كما قلت أنت من قبل، البرازيل منتخب البرازيل تحت قيادة روجيرو ميكالي كان منتخب مميز ويتميز بالتكنيك العالي، وكذلك اللاعبين المصريين لديكم لاعبين إذا فقط حظوا بالتركيز اللازم والحماس اللازم في المباراة والالتزام الخططي فسنرى نتيجة أفضل. حينما نحلل أداء الأهلي على سبيل المثال، وأيضا بعض الأندية المصرية الآن تميزت مثل فيوتشر وأيضا الزمالك وبيراميدز، ليس في أفضل مستوياته ولكن هو فريق غريم تقليدي، ولكن الأهلي يظل البطل. وإذا نظرنا إلى هؤلاء الفرق سنجد يوجد جودة جيدة في اللاعبين المصريين. أنا دربت الفريق المنتخب التنزاني ولعبت ضد منتخب مصر من قبل، ورأيت جودة عالية من اللاعبين المصريين مثل بركات، وأعرف أن اللاعب المصري جيد جدا، ولكن عليه أن يتحلى بالالتزام الخطط. أنا بس لاحظت من كلامك معايا أنك ملم قوي بالكرة المصرية، يعني عارف أسماء لاعبين وعارف أسماء أندية وعارف الحالة التنافسية اللي بتحصل حاليا مثلا في الدوري المصري. هل أنت يعني هل أنا عارف طبعا أنه كمان حصل تواصل معاك يمكن من أحد الأندية المصرية اللي تولي مسؤولية تدريبها في الفترة الأخيرة، فمحتاج أعرف منك تفاصيل أكتر. أنت ليه متابع الكرة المصرية بكل تفاصيلها، وإزاي عارف كل المعلومات دي عن الفرق المصرية؟ نعم، أنا في بداية الأمر أنا مدربي المساعد هو حسام نافع، هو لاعب سابق مصري ويمدني بالمعلومات المطلوبة عن مصر ومعلومات التي أحتاجها، خصوصا اهتمامي البالغ بالكرة المصرية. أنا أحب الكرة الجيدة وقد شاهدت العديد من مباريات المنتخب المصري، وقد أعجبني ما رأيت. أنا كنت حزين حينما لم تتأهل مصر لكأس العالم وخسرت ضد السنغال وخسرت النهائي، لأني أحب شغف كرة القدم، وهذا ما رأيته في الناس هنا في مصر. بالطبع الآن وهذا الأمر متشابه مع كبرى المنتخبات، لديهم الشغف ولديهم الولع بكرة القدم، كما الحال بالنسبة للمجتمع البرازيلي. البرازيل مولعون بكرة القدم. أنا أتابع المنتخبات المصرية. أنا بالفعل كان هناك مفاوضات مع أحد الفرق المصرية ولم أوافق حتى الآن، لازال هناك بعض الاتصالات مع بعض الأندية، لازال لدي اهتمام. وقد عملت في أكثر من 5 قارات حول العالم، فبالتالي أنا أحب الكرة المنظمة التي تتحلى بها الفرق. طب خليني بقى أخد منك رد على سؤالي اللي مرتبط بمستوى الكرة العربية والأفريقية، وخلينا نتفق أنه على مستوى بطولة كأس العالم للمنتخبات ظهرت الكرة الأفريقية والكرة العربية بشكل مشرف جدا، ونفس الأمر اتكرر يمكن على مستوى مونديال الأندية كأس العالم للأندية في نسختين، يمكن الفصل أو الفرق الزمني بينهم ما كانش كبير قوي. هل بتشوف أنه ده ممكن ياخدنا لأنه مثلا في نسخة كأس العالم بشكلها الجديد للأندية، هل الأندية العربية والأفريقية والأمريكية أيضا اللاتينية يعني أمريكا الجنوبية قادرة ممكن أن يظهر منها بطل جديد لفريق يكسر احتكار الأندية الأوروبية لبطولة كأس العالم؟ ولما لا؟ أعتقد أنا أعلق الآن كرؤية مدير فني، وقد علقت في تلفزيون العراق على هذا الأمر
وقلت أن الجميع يجب عليه أن يتحضر للمفاجأة التي يمكن أن تحدث في كأس العالم في قطر، وقد حدث من المغرب. وبالنسبة لكأس العالم للأندية، ليست مفاجأة أن ترى الهلال أن ترى الهلال وأيضا أن ترى الأهلي في النسخة القادمة يفوز بالبطولة. ربما الأهلي كان قادر على إحراز المركز الثالث مرة أخرى، ولكن الأمر يتعلق باللاعبين الجيدين. أفضل اللاعبين في إفريقيا الآن يتواجدون بمصر، ليس الأمر يتعلق بالمال، ولكن الأمر يتعلق بانتقائك للاعبين، عملية انتقاء اللاعبين وتطوير الأندية في مصر تتطور شيئا فشيئا، ويظل الأمر خاصا بالعقلية. كيف يقيم اللاعب وكيف يقيم النادي البطولة والمباراة؟ حينما رأيت في كأس العالم الماضية بقطر، إذا كان لدينا منتخب كمصر، وإن شاء الله حينما تتأهل مصر لكأس العالم القادمة، كان يمكن أن تنافس بشكل كبير، ولما لا؟ على الرغم أن البرازيل يعني ليها تاريخ كبير جدا في كرة القدم، ويمكن تكون المنتخب، إذا كان ليه أن أنا أقول ده، يعني المنتخب الأكثر جماهيرية على مستوى العالم. يعني أعتقد أن العالم كله بيشترك على حب منتخب البرازيل وعلى الكرة البرازيلية وعلى نجوم البرازيل. خليني أسألك، ليه اللاعبين البرازيليين مش منتشرين قوي في أفريقيا؟ وأنا عارف أنه البرازيل بتعتبر أكتر دولة بتصدر لاعبين للعالم كله، عارف طبعا الوجهه الاولى اوروبا، لكن اللاعب البرازيلي ممكن يبقى مش موجود بشكل كبير في القاره الافريقيه، وايضا على مستوى المدربين المدرسه البرازيليه مش حاضره بشكل كبير في القاره الافريقيه والمنطقه العربيه عموما. يعني ربما الامر يتعلق بالفرص ومستقبل كره القدم في هذه البلاد. حينما تكلمت عن محمود الخطيب، هو أسطورة مصرية على سبيل المثال، وهو يعتبر من أساطير كرة القدم، كما الحال بالنسبة لأساطير كرة القدم في البرازيليين عندنا. ولكن الأمر، ورأيناها الآن يقود أكبر نادي في أفريقيا، الأمر يتعلق بالفرص. إذا تحلى اللاعب البرازيلي أو المدرب البرازيلي بالفرصة، فسيغارب من الشكل الفني والشكل الخططي للفرق. ولكن أيضا مؤخرا كرة القدم تتغير. إذا نظرنا الآن لأسلوب اللاعب، الأمر ليس كما في السابق. الضغط أثناء المباريات، التركيز أثناء المباريات، يجب عليكم أكثر أن تركزوا على كرة القدم من الجانب الفني. فكرة القدم الآن تتطلب هذا، وهذا ما يتحلى به المدربين البرازيليين. واعتقد ان اللاعبين المصريين يستطيعون ايضا ان يخرجوا خارج افريقيا، ولكن لا يوجد التطور اللازم بالانديه المصريه التي تؤهل اللاعبين لاخذ هذه الخطوه. ولكن اعتقد ان اللاعب البرازيلي والمدرب البرازيلي يستطيع ان يذهب. رايناهم في المغرب، ورايناهم في السودان، وراينا باكيتا في اكثر من منتخب، ورأينا تياغو وميكالي في مصر. فأعتقد أنهم قريبين بالفعل. طيب السؤال بالعكس بقى، وبرضه هستغل فيه خبرتك في أفريقيا وفي آسيا. عندنا تجارب للاعبين مصريين على مدار التاريخ، يعني مش بس دلوقتي، مش الفترة الحالية، نجحت نجاح كبير في أوروبا، منهم مثلا هاني رمزي، منهم أحمد حسن، منهم زيدان، منهم طبعا أحمد حسام، منهم طبعا حاليا محمد شوقي، حسام غالي، منهم حاليا طبعا محمد صلاح، النني، مصطفى محمد، يعني كلاعيبة إلى حد كبير قدرت تنجح في قارة أوروبا. من وجهة نظرك، إيه اللي بيمنع انتشار اللاعب المصري، أو إيه اللي يمنع أن التجربة البرازيلية تتكرر من خلال اللاعبين المصريين في ملاعب أوروبا؟ في بداية الأمر، أعتقد أن الأندية المصرية يجب عليها أن تطور أداء اللاعبين منذ الصغر على النواحي الخططية، ويجب على اللاعبين أن يتفهموا كيف تلعب كرة القدم بشكل خططي مميز. التركيز، التمرين،
ويجب على اللاعبين أن يتصعدوا للفريق الأول في سن صغيرة. وليس الأمر فقط أن يلعب في الفريق الأول، ولكن الاستمرارية ليس فقط هذا. يجب عليه أن يتحلى بالجراءة الكروية تدريجيا وليس مرة واحدة بالفعل، ولكن اللاعبين يجب عليهم أن يعتمدوا، الأندية يجب عليها أن تعتمد على اللاعبين الشباب. أيضا حينما تشارك الفرق في بطولات دولية يكون هذا مفيدا، ويكون فرصة جيدة لعرض اللاعبين المصريين، وكما كان الأمر في البرازيل من قبل. البرازيل منذ 20 سنة أو 30 سنة لم نتحلى بهذا الانتشار في أوروبا، ولكن الآن معظم لاعبي البرازيل يلعبون في أوروبا، كما الحال في مصر. أعتقد وأتمنى ذلك لمصر. ماوريتسيو ماكسيمو طبعا مدرب منتخب شباب برازيلي وأهلي جدة ومنتخب تنزانيا السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ومرة تانية ببارك طبعا لفريق فلامينجو تحقيق المركز الثالث في البطولة. فاصل ونرجع لكم في السادسة.